السلام عليكم طلاب. اليوم موضوعنا Ordinary Differential Equation of First Order. سابقا قلنا انه Differential Equation ممكن ان نقسمها الى نوعين رئيسيين، اللي هي الأورديناري ديفرنشيال إكويشن والبارشال ديفرنشيال إكويشن. طبعا الأورديناري ديفرنشيال إكويشن المعادلات اللي يكون بها الديبندنت فاريبل يعتمد على فقط واحد إنديبندنت فاريبل. البارشال ديفرنشيال إكويشن المعادلات اللي يكون بها الديبندنت فاريبل يعتمد على أكثر من إنديبندنت variable، وتكلمنا على هذا الموضوع سابقا. حاليا راح نبدي بالordinary differential equation. الordinary differential equation ايضا قلنا ممكن تقسيمها الى first order second order and higher order. اللي هو الدرجة الثالثة فما أعلى. راح نبدأ بالدروس القادمة نتعلم طرق حل الأوردينري ديفرنشيال إكويشنز. راح نبدأ أولا بالفيرست أوردر، وبعدين ننتقل للسكند أوردر، ثم الهاير أوردر الأوردينري ديفرنشيال إكويشن أو فيرست أوردر طرق حل هذه المعادلة تقسم إلى أربع طرق رئيسية، اللي هي أولاً Separable، ثانياً Homogeneous، ثالثاً Exact، رابعاً Linear First Order. راح نبدي نستعرض طريقة ونتعلم على الآلية اللي يتم بها حل المعادلات الـ Ordinary Differential Equation. اليوم نبدي بالـ Separable First order differential equation. طبعا تكلمنا سابقا قلنا بصورة عامة لحل الديفرنشيال equation لازم نفصلهم إلى حدود، وكل حد نكامله على حده، لكن بشرط أنه كل حد إذا لقيت بـ dx لازم الترمات اللي وياه يكون تحتوي على x فقط، الواي دي واي نفس الشيء. لذلك هاي السيبرابل فيرست اوردر ديفرنشيال اكويشن ممكن ان نقسمها ايضا، قصدي نقسم طرق حلها الى ثلاث محاور رئيسيه لو لقينا داله اف اكس مضروبه في دي اكس، طبعا من اقول داله اف اكس I mean in terms of x، يعني فقط بها x-hat، مضروبة في dx، يساوي فت حد اللي هو دالة للواي راح نسميه gy، يعني function gy بدلالة الواي فقط، مضروبة في dy، إذا لقينا هيك حالة ممكن أن نكامل بصورة مباشرة ديش، لان هنا عندنا دي اكس، هنا انا فقط اكس هذا الترم، وهذا الترم ايضا عندنا دي واي وفقط دالة للواي فقط، لذلك نكامل مباشرة فقط تكامل اف اكس دي اكس تساوي تكامل جي واي دي واي، ونضيف كونستانت طبعا تلاحظون اضافة الكونستانت مع التكامل، اضافة يعني الحل النهائي الجنرال سوليوشن راح يحتوي على كونستانت واحد. ليش واحد؟ لان المعادلة فيرست اوردر المحور الثاني اللي هو بي، لو لقينا فد فانكشن بدلالة الاكس مضروبة في فانكشن اخرى بدلالة الواي، طبعا اكرر مضروبة في فانكشن اخرى بدلالة الواي مضروبة في دي اكس، واكو فد حد ثاني في المعادلة فانكشن للاكس طبعا غير هذه الفانكشن، هنا انا سمول اف هنا كابيتال اف حتى نميزهن، مضروبه في فانكشن اخرى سمول جي واي، هذه غير هذه الفانكشن فقط للتمييز،
أنه هذه تختلف عن هذه مضروبات في دي واي. بهيك حالة ما نقدر نكامل مباشرة، ما نقدر نكامل مباشرة. إذا تلاحظون حتى نقدر نكامل لازم نتخلص من هذا الحد بالطرف الأيسر، أيضا بالطرف الأيمن حتى نقدر نكامل، بما أنه عندنا دي واي إذا لازم نتخلص من هذا الحد، لازم نتخلص من هذا الحد. لذلك إذا قسمنا طرفين المعادلة على جي واي اف اكس، طبعا اللي هي هاي جي واي وهذه الاف اكس اللي هن ما نريدهن، نقسم الحدود المعادلة كاملة، فراح بهيك حالة هذا راح الترم يروح، هذا يروح، فيبقى لنا اف اكس على كابتل اف اكس في دي اكس تساوي جي واي على كابتل جي واي دي واي دي واي. إذن حاليا الطرف الأيسر يحتوي على function functions فقط للإكس، فقط للإكس. لا تلاحظون هنا هاي function in terms of x وهاي capital F in terms of x2. هنا بالطرف الأيمن هذا الحد اللي هو function of هذه function function of y only، هنا هذه function of y only. لذلك نقدر نكامل هسه حاليا مباشرة، فقط نضيف تكامل plus constant plus constant اللي هو هذا اللي هو هذا. هسه نقدر نكامل مباشرة مهما يكون، هنا عندنا فقط اكسات ودي اكس نقدر نكامل، هنا فقط عندنا وايات ودي واي نقدر نكامل مباشرة. المحور الثالث انه اذا عندنا هيك حالة دي واي الى دي اكس تساوي فن فانكشن للاكس مضروبة في فانكشن للواي، مضروبة في فانكشن للواي. ايضا حتى نقدر نحل هيك نوع راح ايش راح نسوي، راح نضرب طرفين وبوسطين، راح نضرب في دي اكس، هذه الدي اكس راح تجي هنا، اذا نضرب في دي اكس هذه تروح راح يصير هنا دي اكس، راح يصير. اذا تلاحظون هذا الحد بقى دي واي نقدر نكامله، الطرف الايمن بي دي اكس، لكن هنا عندنا ان واي لازم نتخلص من الان واي اللي هو هذا، لازم نتخلص من عده، راح نقسم المعادله على ان واي، فالان واي راح يجي هنا، فراح يصير دي واي على ان واي تساوي تكامل، راح نكامل مباشره، راح نقدر نكامل لان دي واي على ان واي، وهنا الام اكس في دي ال ونضيف كونستانت، ونضيف كونستانت. عندنا ذن ثلاث حالات رئيسية ممكن أن تكون الدالة بها سيبرابل، ممكن الدالة تكون بها سيبرابل. يعني ألخص، إذا جتكم معادلة ordinary differential equation، ordinary differential equation أول ما يجي ببالك أنه هذه المعادلة ممكن تكون سيبرابل، لأن هو أسهل نوع من الحلول، أسهل نوع من الحلول. فلذلك شو تسوي بالمعادلة؟ تحاول تفصل الحدود، تحاول تفصل الحدود للمعادلة اللي تريد تحلها، بحيث كل دي اكس كل ترم بيها بي دي اكس ويا فقط اكسات، والترم اللي بي دي واي فقط ويا وايات، وتقدر تكامل مباشرة. اذا ما صارت ما قدرت تسوي هيك، طبعا ذن مو شرط يصير، اذا ما صارت ننتقل بعدها للطرق اللي راح ناخذها لاحقا، اللي هي ممكن تكون الدالة هوموجينيوس، ممكن تكون الدالة اكزاكت، ممكن تكون الدالة لينير، ممكن تكون الدالة لينير، وهكذا. راح ناخذ مثال solve differential equation هذه، اذا تلاحظون dx plus xy dy equal y squared dx plus y dy، نريد نحل هذه المعادلة، نريد نحل هذه المعادلة. وبعدين يريد الparticular والسنجولار سوليوشن، طبعا قلنا شنو البارتيكولار سوليوشن وشنو السنجولار سوليوشن، بارتيكولار سوليوشن يريد ويريد السنجولار سوليوشن. طبعا قلنا هذه المعادله من نحلها هي فيرست اوردر راح يطلع بيها كونستانت واحد، هذه المعادله الناتجه اللي هي تكون على شكل فانكشن اللي هي تكون جنرال سوليوشن، ليش؟ لان بيها كونستانت. حتى نطلع البارتيكولار سوليوشن لازم نعوض قيم للاكس والواي ونطلع قيمة الكونستانت ورد نعوضها بالمعادلة، بحيث تطلع لنا معادلة جديدة
حل جديد ما بي ثوابت، خالي من الثوابت. هذا الحل نصيح له particular solution. particular solution لذلك نحتاج conditions، نحتاج conditions اللي هي يقول لك عندما قيمة ال x أهل قد ال y أهل قد، نجي ناخذ نعوضهم بالgeneral solution يطلع لنا particular solution. بهذا السؤال مطينا يقول الكير باس ثرو هذه النقطة، يعني مطينا ال x ومطينا ال y، فقط نعوضهم بالجنرال سوليوشن على بود نستخرج البارتيكولار سوليوشن. اما السنجولار سوليوشن هذا نستنتجه، وصراحة نشوف شلون نستنتجه. استعدنا هذه المعادلة اللي نريد نحلها، قلنا هذه اول ما تشوفوها بين اوردينري ديفرنشيال اكويشن بها فقط دي واي ودي اكس. طبعا دائما احنا الدي واي نعتبره ديبندنت والاكس اندبندنت، والاكس اندبندنت. شلون نحلها؟ قلنا عندنا اربع طرق لحل المعادلة الاوردينري ديفرنشيال، اما هذا هوموجينيوس اكزاكت لينير. راح اول ما تبدون تحلون تشوفوها سيبرابل اور نوت، سيبرابل اوف نوت، اعتمادا على هذين المحاور الثلاثة، اعتمادا على هذين المحاور الثلاثة اللي هي كل حد المفروض كل دي اكس ويا اكسات، او كل دي واي ويا وايات، حتى نقدر نكامل، حتى نقدر نكامل. إذا تلاحظون هذا الحد هذا التيرم نقدر نكامله، تكامل دي اكس اكس نقدر نكامله، هذا التيرم ما نقدر نكامله. ليش؟ لأن اكو واي، لأن اكو اكس ويا دي واي، لأن اكو اكس ويا دي واي. هذا التيرم أيضا ما نقدر نكامله. ليش؟ لأن اكو واي دالة بها واي مع دي اكس. هذا التيرم نقدر نكامله، لذلك ما نقدر نحلها دايركتلي، لازم نبسط، نحاول تحاولون تبسطون. يعني مو رأسا انت شفتها هسه ما تصير سيبرابل وتروح الغير نوع، ممكن انه تضرب طرفين، تقسم على شيء، تطلع عامل مشترك، بحيث ترهمها ان تكون مثل هذن الحالات الثلاثة، بحيث تكون مثل هذن الحالات الثلاثة اللي هن هذه وهذه وهذه. هسه احنا ايش راح نسوي هنا؟ راح نطلع، نقدر نطلع عامل مشترك الدي اكس والدي واي، الدي اكس والدي واي. هذا دي اكس، هذا التيرم النقلة، هذا التيرم نقدر النقلة للطرف الايمن، للطرف الايسر عفوا، وعندنا هذا التيرم نقدر النقلة للطرف الايمن، للطرف الايمن. بعد النقل نقدر نطلع عامل مشترك الدي اكس، يبقى لنا واحد ماينس واي سكوير. بالطرف الايمن نقدر نطلع عامل مشترك دي واي، فيبقى لنا واي واحد ماينس اكس، واي واحد ماينس اكس. اذا تلاحظون هذه الحالة دي اكس مضروبة في فانكشن للواي، وهنا عندنا دي واي مضروبة في فانكشن للاكس وفانكشن للواي. هذه تقريبا مشابهة للحالة بي، مشابهة للحالة بي. عندنا هنا دالة نريد نتخلص من عدها، وهنا عندنا هم دالة نريد نتخلص من عدها. بهذه الحالة، بهذه الحالة عندنا هذا الـ هذا الـ هذه الفانكشن ما نحتاجها هنا، لأن هذا عندنا دي اكس وهذه واحد ماينس واي، إذن لازم نتخلص من عدها. بالطرف الأيمن عندنا دي واي، إذن لازم نتخلص من كل دالة بيها اكس، لذلك لازم نتخلص من هاي، لازم نتخلص من هاي. فايش راح نسوي؟ راح نقسم، راح نقسم طرفي المعادلة على الدالة اللي ما نريدها اللي هي هاي وهاي. فراح نضرب في واحد على الدوال اللي ما نحتاجها، اللي ما نحتاجها، فراح يطلع لنا هذه المعادلة، هذه المعادلة، هذه المعادلة. يعني احنا حورنا هاي المعادلة بحيث صارت بهذه الصورة. اذا تلاحظون الطرف الايسر بي دي اكس ودالة اللي هي واحد على واحد ماينس اكس فقط للاكس، الطرف الايمن دي واي مضروب في دالة واي على واحد ماينس واي سكوير، هاي ايضا فقط للواي. اذا حاليا نقدر نكامل مباشرة. ليش؟ لان عندنا دي اكس ودالة يمه فقط functions of x، وهنا أنا دي واي ودالة فانكشن اوف واي، اذا نقدر نكامل مباشرة. شلون نكامل؟ هاي بقى طرق التكامل المفروض تراجعوها، يعني انا ما راح اشرح طرق التكامل، هاي عليكم. الموضوع مالتنا حل المعادلات، طرق التكامل المفروض انتم ماخذيها بالصف الاول، بالصف الاول.
هسه هذه تكامل دي اكس على واحد ماينس اكس، هذه شلون تنحل؟ نقدر نكاملها باللين، نقدر نكاملها باللين. يعني تقدرون تفرضون يو تساوي واحد ماينس اكس، الدي يو تساوي ماينس دي اكس ماينس دي اكس. ترجعون تعوضون هذن هنا تطلع لكم، تقدرون تكاملون باللين اللي هو يطلع ماينس لين ابسوليوت 1 ماينس اكس ابسوليوت 1 ماينس اكس. هذه هم نفس الشيء، هذه هم نفس الشيء، تقدرون تقولون يو تساوي واحد ماينس واي سكوير، الدي يو تساوي ماينس 2 واي دي واي. ترجعون تعوضوهم وتجرون تبسيطات تطلع لكم ايضا تكامل ممكن ان تسويه باللين، فيطلع ماينس نص لين ابسوليوت 1 ماينس واي سكوير، وتضيف كونستانت، وتضيف كونستانت. بما دائما التكامل تنتبهوا له بعد ما نكامل نضيف كونستانت، بعد ما نكامل نضيف كونستانت، يعني اذا قلنا تكامل التكامل بلس كونستانت بلس كونستانت. هذا جنرال سوليوشن. ليه جنرال سوليوشن؟ لان بي كونستانت اللي هو هذا، هذا جنرال سوليوشن، الجنرال سوليوشن. بالسؤال هو ايش طالب؟ طالب بارتيكولار سوليوشن، وقايل لنا عندما الاكس تساوي، عندما الاكس تساوي هذا الرقم الواي تساوي هذا، فنقدر نعوض الاكس والواي ونطلع الكونستانت، الاكس والواي ونطلع الكونستانت. نقدر هذا جنرال سوليوشن ايضا نبسطه بصوره اكثر، نبسطه بصوره اكثر، نقدر ننقل هذا الحد للطرف الايسر، لين ماينس لين نقدر يتحول الى لين ديفيجن اللي هو لين ابسوليوت 1 ماينس اكس سكويرد على ابسوليوت 1 ماينس سكويرد تساوي كونستانت، تساوي كونستانت. هذه تعرفوها خصائص اللين. حتى نتخلص من اللين نقدر ناخذ اكسبوننشال للطرفين، نقدر ناخذ اكسبوننشال للطرفين، يعني نقول اكسبوننشال exponential هذا الطرف يساوي exponential هذا الطرف. فexponential اللي مثل ما تعرفون يساوي هذا المقدار فقط اللي هو هذا exponential constant. C هو constant، أي رقم ممكن يكون positive zero negative. من ناخذ exponential فش راح يصير؟ هم راح يطلع، من ناخذ exponential هم راح يطلع constant، هم راح يطلع constant. فهسه هذا صار هم راح يطلع constant. فexponential C إذا تلاحظون exponential C، إذا تتذكرون الرسم مال exponential، إذا تذكرون الرسم مال الإكسبونينشال يكون بهذه الصورة، هذا y يساوي إكسبونينشال x، هذا x وهذا y، y يساوي إكسبونينشال x. إذن الإكسبونينشال always positive، always positive. لذلك نقدر نعوض الإكسبونينشال x اللي هو هذا، نقدر نعوضه بثابت يكون دائما بوزيتيف اللي هو راح نسويه بهذه الصورة k سكويرد، k سكويرد. إذا تلاحظون ال k ممكن يكون أي رقم، ال k واحدة ممكن يكون أي رقم، صفر موجب ماينس، بس إذا تربعه راح يكون دائما بوزيتيف، دائما بوزيتيف. إذن ال k سكويرد always positive، ال k سكويرد always positive. نقدر نبسط بعد حتى نتخلص من الابسوليوت، طبعا هذا كله جنرال سوليوشن، كله جنرال سوليوشن.
نحاول نحور هذا general solution نحوره حتى نستنتج من عنده singular solution. إذن حتى نتخلص من absolute أيضا إيش نقدر نسوي؟ نقدر نضيف plus minus، نقدر نضيف plus minus. بالطرف الأيسر طبعا هنا وصلنا، بالطرف الأيسر إذا شلنا الأبسوليوت وبقى 1 ماينس x سكوير على 1 ماينس، لازم نضيف بالطرف الأيمن بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس k سكوير k سكوير. إذا تلاحظون k سكوير قلنا always أكبر من 0، always أكبر من 0، اجت بلس ماينس إذن راح يصير كونستانت عادي، راح يرجع من جديد كونستانت لكن ما يساوي صفر. ليش؟ لان قلنا الاكسبوننشال ما يساوي صفر اصلا. اذا راح نسمي هذا الحد، راح نسميه لمبا اللي هو اي نمبر بوزيتيف نيجاتيف لكن لا يساوي صفر، واقول لمبا لا تساوي صفر، واقول لمبا لا تساوي صفر. ايضا نقدر نبسط بعد اكثر، اذا يعني نضرب طرفين وبسطين ونقسم على لمبا راح يطلع عندنا نقدر نكتب جنرال سوليوشن بصوره نهائيه بهذه الصوره، هذا جنرال سوليوشن بصوره نهائيه. اذا تلاحظون هذا جنرال سوليوشن المن هو نفسه هذا طبعا للمعادله هذه اللي نريد نحلها، المعادله هذه فيرست اوردر الجنرال سوليوشن دائما بي كونستانت واحد، هنا سي وبعدين من بسطنا صار لمبا، من بسطنا صار لمبا، هنا جتنا صار لمبا، هذا جنرال سوليوشن، هذا جنرال سوليوشن، جنرال سوليوشن. اذا تلاحظون هذه المعادلة شنو اصلها؟ هذه المعادلة عبارة عن معادلة قطوع مخروطية، عبارة عن معادلة قطوع مخروطية اللي هي اما سيركل بارابولا هايبربوليك إليبس. هسه اذا نريد نرسمها، طبعا هذا المحور اكس، هذا المحور اكس، هذا المحور واي، فعندما اللمبا تساوي واحد، عندما اللمبا تساوي واحد يعني هنا عندما اللمبا تساوي واحد هذه عندما قيمتها تساوي واحد راح تصير معادلة دائرة، راح تصير معادلة دائرة السنتر مالتها بالواحد زيرو، طبعا ذني المفروض تعرفوهن ترجعون عليهم، السنتر مالتها يساوي بالواحد زيرو، الاكس واحد هذا السنتر، والراديوس مالتها يساوي واحد اللي هو هذا، راديوس مالتها يساوي واحد، وبالتالي راح تكون بهذا الصورة اللي هي هاي اذا نريد نرسمها، طبعا الرسم مو تو سكيل. هذه السيركل اللي الراديوس مالتها equal zero، الراديوس مالتها equal zero، طبعا هذا السنتر هنا، هذا السنتر. ايضا عندما اللمبة اكبر من zero، عندما اللمبة قيمتها اكبر من zero معناه المعادلة هذه راح تكون معادلة إليبس، هتكون معادلة إليبس اللي هو السنتر
نفس السنتر بالواحد زيرو، وعندما تكون أقل من صفر راح تكون بهذا الصفر. عندما تكون اللمبة بين الصفر بين، يعني هي اللمبة كلها أكبر من زيرو، لكن القيمة اللي بين الصفر والواحد راح يكون القطر راح يكون القطر عبارة عن قطر ثانوي اللي هو راح يكون بهذا الصورة. يعني هذا مثال عندما اللمبة equal 1 over 9 equal 1 over 9 اللي هي بين الصفر والواحد، راح يكون القطر الثانوي بهذه الصورة، وهذا راح يكون قطر رئيسي، راح يكون قطر رئيسي. عندما اللمبة تكون أكبر من واحد راح يكون بالعكس، راح يصير مثلا عندما اللمبة تساوي 9 راح يكون نقدر نرسمه بهذه الصورة. هاي عندما اللمبة equal 9، عندما اللمبة equal 9 وهكذا، 10 يصير بعد أعرض، ما عيش يصير بعد أعرض وهكذا. أقل من واحد على 9 راح يصير بهذه الصورة، يبدي يصغر باتجاه السنتر، يبدي يصغر باتجاه السنتر. أيضا حالة ثالثة عندما اللمبة تكون أقل من زيرو، عندما تكون اللمبة أقل من زيرو إيش راح يصير؟ راح يصير معادلة هايبربولا، هايبربولا اللي هي راح تكون هذني أمثلة عليهن. عندما يكون أقل من زيرو، على سبيل المثال لو لمبا equal minus 9 راح يكون الهايبربولا بهذا الصورة. عندما اللمبا equal minus 9 راح يكون الهايبربولا هذا يتكون من جزئين. عندما اللمبا equal 1 minus 1 راح تكون مع بهذا الصورة. هذه عندما اللمبا equal minus 0.1 وهكذا، كل ما انقل راح يظهر شكل الهايبربوليك. إذن هذه إذا تلاحظون حالة فيزيائية، حالة فيزيائية الgovernment equation مالتها هذه، هذه الgovernment equation اللي تحكم هذه الأشكال للسيركل وللهايبربوليك وللإليبس تحكمها، هذه المعادلة الordinary differential equation، الordinary differential equation. هسه احنا حسبنا general solution، يريد particular solution، يقول لك الكير من pass through بهذه النقطة اريد particular solution، فنجي ناخذ ال x وناخذ ال y نعوضهم بالgeneral solution اللي هو هذا نفسه ايضا general solution، نعوض ال x نعوض ال y تطلع قيمة اللمبة equal 1، تطلع اللمبة equal minus عفوا minus 1. نرجع هذه الماينس 1 نعوضها هنا ونبسط المعادلة، راح يطلع لنا particular solution، راح يطلع لنا particular solution اللي هو هذا، هذا particular solution، هذا particular solution، particular solution. هسه نريد نعرف شنو singular solution. singular solution اللي هو حل ممكن أن نستنتجه، ممكن أن نستنتجه. إذا تلاحظون هنا من بسطنا صار عندنا هيجي حد، صار عندنا هيجي حد. إذا تلاحظون هذا بسط ومقام يساوي فت كونستانت، هذا البسط والمقام عندما المقام يساوي صفر، يعني عندما الواي ماينس 1 minus y squared equal 0 راح يطلع هذا الترم يصير infinity، ما يصير، يصير كمية غير معرفة فما يصير، راح يصير infinity، أي كمية على 0 راح يصير infinity فما يصير. إذن الواحد minus y squared نقدر نقول المفروض الواحد minus y squared المفروض لا يساوي صفر، المفروض لا يساوي صفر. إذن الواي سكويرد المفروض لا يساوي واحد، إذن الواي المفروض لا يساوي زائد ناقص واحد، زائد ناقص واحد. وإذا تجون فعلا بالرسم، إذا تجون فعلا بالرسم عندما الواي يساوي واحد هذا
وعندما الواي يساوي ماينس واحد هذا اللي هو ما يمر بالكير، اللي هو ما مشمول بالجنرال سوليوشن. واي يساوي واحد وواي يساوي ماينس واحد اللي هو هذا. هذا إذن هذا شو نصيح له؟ singular solution. singular solution. أيضا عندما البسط يساوي صفر والمقام يساوي صفر راح تطلع عندي determined quantity يعني كمية غير معرفة، لذلك الواحد minus x cos square المفروض لا تساوي صفر، المفروض لا تساوي صفر. إذن إيش راح أسوي؟ راح أقول واحد minus x لا يساوي صفر، المفروض لا يساوي صفر. إذن الاكس لا يساوي واحد، الاكس لا يساوي واحد اللي هو يا هو اللي هو هذا اكس لا يساوي، وهو فعلا الكير إذا تلاحظون هذا اكس لا يساوي واحد. إذن هذا singular solution. singular solution طبعا هذا مثال عام، تعرفنا انه اذا عندنا ordinary differential equation first order ممكن ان تكون separable ونستنتج من عندها general solution. general solution نقدر نبسطه مثلا صار بهذه الصورة، ونقدر نستخرج particular solution بعد تعويض قيم الاكس والواي المعطات الكونديشن، نحسب قيمة الكونستات نرجع نعوضه بنفس المعادلة يعطينا particular solution. particular solution والsingular solution أيضا نستنتج من general solution، نستنتج من general solution كما في هذه الحالة، كما في هذه الحالة. هذا عندكم homework مطلوب، أربع معادلات تحلوها تحاولون بيها كلهم first order، first order differential equations first order لأن تكاملات ممكن تستفادون من عدها، ممكن تستفادون من عدها.